ولا في التسعين، ولكنه الموت، ولكنها قدرة الله، ولكنها عظمة الله، ولكنها تلك الحكمة البالغة التي لا نعرفها ولا ندركها، ولن يستطيع الإنسان في هذه الدنيا أن يعرف الحكمة من موت فلان في هذا السن ومن قبض روح فلان في تلك الحالة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تفرون من الفرار، كلنا نعيش الفرار من الموت. قليل من الناس قبل ما تروح تأخذ الأموال الربوية تذكر أنك ستموت، وحين تسمع حي على الصلاة تكون مناوة تقوم تصلي تذكر أنك ستموت، وحين ترفع صوتك بوجه أبيك وأمك تذكر بأنك ستموت. هذا فرار من الموت أو ليس بفرار من الموت؟ حين تعرف أن هذا المال حرام محرم عليك أكله كيف تأكله؟ حين تعرف أن فلانا ظالما يناصر ظالمين ويضع يده بيد القتلة كيف تناصره وكيف تقف معه وكيف تقف أمامه بل كيف حتى تدافع عنه؟ ألم تعلم بأنك ستموت؟ ألم تعلم بأنك ستقف أمام الله؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ يوم تشهد عليهم أيديهم وأقدامهم وجلودهم، تشهد الأعضاء على الإنسان فيحتج الإنسان على أعضائه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ فيأتي الجواب من تلك الجلود، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق تلك الحنجرة والذي أخرج هذا الصوت مني ومنك. ألا يستطيع أن ينطق الجلود؟ فقبل ما يمد إيده الإنسان على الحرام يتذكر، وقبل ما الإنسان يروح على الزنا يتذكر، وقبل ما يوالي الظالم يتذكر. تأمل إلى ذلك الحديث الغريب الذي رواه ابن عمر رضوان الله تعالى عليه، قال أمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فالتفت فقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. مش معنى ذلك أن الإنسان ما يملك البيوت، ولا معنى ذلك أن الإنسان ما يملك العقارات ولا يسافر ولا ينبسط ولا يضحك أبدا، ولكن معنى ذلك أنت أحصل على الدنيا بيدك، ولكن اجعل الآخرة نصب عينيك، واعلم في كل ساعة أننا جميعا معرضون للموت. أهل بيروت يقولوا ما في حدا شو فوق راسه خيمة، صح ولا لا؟ واعلم أن الموت آت في كل لحظة، واعلم أن فراق هذه الموت هذه الدنيا محتم. قال الله تعالى لسيد المرسلين وقائد الحمر المحجلين فإنك ميت وإنهم ميتون. الله أكبر، ما هذا القضاء وما هذا الحكم؟ وقد ورد عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم تذكيرا لنا جميعا، أكثر من ذكر هذه من لذات أو أكثر ذكر هذه من لذات. يتذكر الإنسان دائما. يا أخوانا نحن في بيروت الآن، كم جنازة سمعنا فيها هذا الأسبوع؟ كم ميت مات هذا الأسبوع حوالينا الشيخ حسين، صح ولا لا؟ كم إنسان فارق هذه الدنيا؟ كم جنازة مشينا بها؟ وكم ميت ودعناه؟ كم من قريب، كم من أب، كم من أم، كم من كبير، كم من صغير فارق هذه الدنيا هكذا بغتة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تأمل إلى تلك الميتات الجميلة، ذلك الرجل الكبير الأعرابي يموت وتخرج روحه فيبكي أهله حوله فيسألهم لماذا تبكون؟ قالوا أنت الآن تموت. قال إلى أين أذهب؟ قالوا تعود إلى الله. قال وكيف أخاف الرجوع إلى من لا أرجو الخير إلا من عنده؟ أصلاً نحن لما نكون فقراء شو بنقول؟ يا رب. لما يكون واحد مريض شو بيقول؟ يا رب. لما يكون مهموم شو بيقول؟ يا رب. لما يكون محتاج للمال بيقول يا رب يا رب. وتصبح هذه يا رب في أفاق السماء وتصل إلى أعلى السماء.
تخرج من قلبي ومن قلبك. تصل ويسمعها الجبار ويجيبها الجبار، يفرج الهم ويكشف الغم، يكبر الصغير ويرزق الفقير ويعطي الضعيف ويعين السائل، إنه الرب العظيم. بس الواحد يقول يا رب. قال: وكيف أخاف الرجوع إلى من لا أرجو الخير إلا من عنده. تأمل إلى مولاتنا أم القاسم خديجة رضوان الله تعالى عليها، أمنا وتاج رؤوسنا وحبيبة القلوب، زوجة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، الصابرة المؤمنة المحتسبة المنفقة، تفارق الدنيا. تأمل إلى المنظر، خديجة رضوان الله تعالى عليها المضحية، تموت الآن وعند رأسها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ودموع الحب ودموع الوفاء ودموع الشفقة تذرف من عينيه الشريفتين على حبيبته، على من ناصره، على من أيده في دعوته، على من وقفت أمامه، على من صبرت معه، على من أعانته بمالها وبجاهها وبوقتها. هي تموت الآن، ينظر إليها ويبكي، فينزل جبريل من السماء يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يقرئ خديجة السلام. الله العظيم الجبار الذي لا يحتاج إلى خديجة ولا يحتاج إلى الأنبياء ولا يحتاج إلى الدنيا، ينزل جبريل ليسلم ويؤمن خديجة. إن الله يقرئ خديجة السلام عند الموت ويبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. يعني الهموم التي لقيتها يا خديجة والآلام والصبر كله ستوفين به عند الله سبحانه وتعالى، وهذه بشرى لنا جميعا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا من تصبر على مرض، يا من تصبر على هم، يا من تصبر على فقر، يا من تصبر على ظلم، هنيئا لك أن هناك موت، وهنيئا لك أن هناك رب، وهنيئا لي ولك أن هناك قيامة، وأن هناك حساب، وأن هناك سؤال، وأن هناك رب سيسأل كل إنسان عما عمل، كل نفس بما كسبت رهينة. تأمل معي كيف سيكون موت كل واحد فينا، على أي حال سيكون الموت. إنسان بيموت بسكتة قلبية، وإنسان بيغرق، وإنسان بيحترق، وإنسان بيدوس سيارة، وإنسان بيقع من مكان عالي. أفلم يتأمل الواحد فينا، كل من يسمع الصوت الآن، أفلم يتأمل وأفلم يرعي فكره ويرعي سمعه، يفكر كيف سيكون موتي، على أي حال سيكون موتي، من سيدفنني، من سيسير معي إلى قبري؟ في غزوة تبوك استيقظ ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه ليلا، فذهب إلى خيمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجده فيها، فصار يبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بدار مشتعلة من بعيد، فذهب رضوان الله تعالى عليه فإذا بصحابة والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم داخل قبر ويقول: ناولوني صاحبكم. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بيديه الشريفتين يدفن واحدا من أصحابه، إنه ذو البجادين رضوان الله تعالى عليه. يقول ابن مسعود: فأقبلت وأنا أنظر والصحابة يلمون ذو البجادين رضي الله عنه، والحبيب صلى الله عليه وسلم يمسكه ويدله في قبره، ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه. يا أخوانا، من سيدفننا وكيف سيكون الحال كل واحد فينا؟ معلش خلي الشباب يسمعوني أكثر من الكبار. كيف سيكون حالي وحالك عند الموت؟ كيف سيكون أمرنا؟ من الذي سيحملنا؟ من الذي سيسير معنا إلى قبورنا؟ هل سيسير معنا فقط بس أهل تاركي الصلاة؟ بس اللي ما بيعرف المسجد حيمشي معنا؟ بس العاقين؟ بس الظالمين؟ بس أهل السهرات والضحك وقطع الحنك؟ أم سيسير معنا أناس لو أقسموا على الله لأبرهم؟ سنة 2008 توفى أخ رحمه الله تعالى،
ذهبنا إلى جنازته. والله ما دفن بعض الحاضرين كانوا بتلك الجنازة، ما دفن في التراب إلا وكنا قارئين ثلاث ختمات، أكثر من 90 شاب كل واحد معه جزء، ثلاث ختمات لروحه، ثلاث ختمات لأجله، ثلاث ختمات واصلة بإذن الله إلى ذلك الميت الذين كان أصحابه من أهل المسجد، الذين كان أصحابه من أهل الصلاة. ما عم بحكي عنه، عم بحكي عني وعنك. الصاحب ساحب. إذا بيكون الواحد صاحبه من أهل الصلاة وأهل المسجد وأهل الطاعة وأهل غض البصر، هم اللي بيمشوا معه. أما إذا كان أصحابه غير ذلك، يمكن عز نازم بيعزوا فينا بالتالي أو بالتالي تمكسهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يرحمنا، وأسأل يجعل خير أعمالنا يوم نلقاه، وأحسن أعمالنا الخواتيم. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من تقول للشيء كن فيكون، يا خالقنا ويا رازقنا ويا بارئنا ويا مصورنا. يا رب نحن عبيد من عبادك، فقراء أبناء فقراء، ضعفاء أبناء ضعفاء، ليس لا رب سواك ندعوه، ولا إله غيرك نرجوه. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم خفف علينا سكرات الموت، اللهم سهل خروج أرواحنا إذا نحن متنا يا رب العالمين. اللهم بشرنا عند الموت بروح وريحان وجنة ورضوان ورب راض غير رضوان، يا رحيم يا كريم يا منان. اللهم بشرنا بالجنان، اللهم اجعل قبورنا روضات من رياض الجنات. اللهم يا رب ارحمنا إذا فرشخصت منا العينان وبردت القدمان وسكت اللسان. اللهم ارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا يا رب إذا كفنونا، يا رب ارحمنا إذا ادخلونا إلى المساجد وصلوا علينا. اللهم ارحمنا إذا أخذونا إلى المقابر، اللهم ارحمنا إذا دفنونا، اللهم ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب وفارقنا الأهل والأصحاب. اللهم ارحمنا في أول ليلة في القبر، اللهم آمس وحشتنا في قبورنا. يا رب نحن في الدنيا ونحن نخاف منك ونخاف من الموت، ونؤمن بك أنك رب رحيم، إذا لقيناك لقينا ربا رحيما، إذا متنا فأنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. فهون علينا الموت، وخفف علينا سكرات الموت، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المرحومين، وتقبلنا فيما تتقبله يا رب العالمين. اللهم ارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا، يا رب من آبائنا وأمهاتنا، من فارق هذه الدنيا وهم رهنا وفي القبور. اللهم خفف عنهم وارفعهم وارفعهم بدعائنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل على أهل القبور، على أهل القبور الضياء والنور والفسحة والسرور يا أكرم الأكرمين. يا رب المقابر قريبة منا، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أحكم الحاكمين. يا رب خفف عن أهل لا إله إلا الله، وخص منهم آباءنا وأمهاتنا وأحبابنا وإخواننا وجيراننا وسادتنا العلماء يا رب العالمين. اللهم ارحم جميع من مات من أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجمعنا معهم مع حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلى الله عليه وسلم في الجنة يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين.
اللهم تقبل الشهداء، اللهم تقبل الشهداء، واشف الجرحى وعاف الجرحى، واشف المرضى، واشف المرضى يا اكرم الاكرمين، يا اكرم الاكرمين، يا اكرم الاكرمين. انصر الاسلام والمسلمين، ارفع رايه الحق وهذا الدين، عليك بالظالمين في كل مكان، انتقم منهم شر انتقام. اللهم ارناهم سحقاء برقاء بفناء حرقاء يا رب الارض والسماء، اسقط طائراتهم واغرق اساطيلهم، وابتليهم بانواع الامراض التي لا يعرفون لها دواء ولا يملكون منها شفاء، رحمه بدموع الاطفال ورحمه بالام العجائز يا اكرم الاكرمين، يا اكرم الاكرمين، يا اكرم الاكرمين. يا رب لا تتوفنا الا وانت راض عنا، اللهم لا تتوفى واحدا ممن يسمع الصوت الان الا وقد رزقته زياره بيتك العتيق، والسلام على حبيبك الرفيق في طيبة الطيبة يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين. وما ذلك عليك بعزيز، اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، وزدنا يا رب حبا فيه، بجهه عندك فرج المسلمين فيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.